واش صرا السيد هذا الكلون هذا تاع زالينسكي بيان سور جاو الامريكان يغونفليو فيه لوطون ولا يدير مناورات في البحر الاسود وينارقي يعني شغل يشر للقوات البحريه الروسيه وحنا ندافعوا وحنا قادرين داتو الامريكان داتو كبش ضحيه للروس الدواء كبش ضحيه للروس علاش كبش العيد باسك باغاندو باسك بكبك باسك بوقوقو وطن عليه الشعب شعب الاحرار اي حقا زيطوط دوك لازم يديروا طاب لروند زيطوط كمحلل سياسي وبالحليمه كخبير استراتيجي عسكري وعبد الصمار كصحفي ذكي تاع انفستيغاسيون ويحكيوا لنا على الاوكران والروس والله العظيم شوفوا ما نمنش بالحديث بصح درك كي نشوف زيطوط ونشوف الناس هادو نأمن بالحديث اللي يحكي على لوكا ابن لوكا ومانيش حنقول لكم شكون لوكا ابن لوكا نخليكم تحوسوا في الحديث انا ما نمنش بالحديث بصح قصه لوكا ابن لوكا انا نشوفها في زيطوط في هادو كاع اللي مع الله في امير ديزاد الله تقول ماشي غير لوكا ابن لوكا لوكا ابن لوكا ابن ابن لوكا بون جو ريفيان ايبا اليوم صح personne ne s'y attendait honnêtement باش يطاكي il est reconnu les états ou il trouve le tma انا personnellement كاين الناس كيما سي احمد بوعكاز s'y attendait وقالها لي الصباح اي سي فري قالها لي من قبل مي انا جمي اتوندي با exactement سي فريد سعد امريكا استعملت اوكرانيا وغرقتها كيما دار زيطوط محمد عبد الله exactement لوكا ابن لوكا يعني قلت لك بون انا ما اتوندي با ا اسكي لاطاك لوكران هكذا ما اتوندي اي مي دي تروب في دونباس لوغانسك يخلق عفسه انا لا جابها صحه صحه لكن اللي خلعني انا كانسيان كبران تاع فرماج لوكران ماشي بلاد صغيره جماعه هي كبيره من الخمسة تاع الصباح توقيت فرنسا العشرة تاع النهار الضرب كل المناطق الحساسة في أوكرانيا حتى ليفيف يعني حتى الحدود البولندية ده لهم تحتها هنا باش تفهموا كي ننفخوا واحد بغل بالو ونبعتوه يروح ضحية السيد ما عنده شمان با دي باتري أنتي آيريان اليوم سسوا أوفيسيال السماء السماء أوكرانيا روسي القوات البرية اكتسحت مئات الكيلومترات في منبس سوية حاصرت كييف. انا لو بروبليم تاعي مش حيدير في الاوكران غاضتني الاوكران الشعب غاضني سي نورمال باسكو الحرب ديما تجي فوق راس الشعب مسكين في الصح ديما تجي فوق راس الشعوب وما كانش واحد يحب الحرب الا كان مهبول الثوره صح شرع لانها دفاع عن النفس بصح الحرب نو الحرب لازم عندها اسباب فريمون تكون منطقيه انا بالنسبه لي اسباب نتاع الروس اسباب حقيقيه وقت كينيدي في لابي دي كوشون الامريكان حيدير لا ترويزيام غار مونديال باسكو الروس حط دي ميسيل في كوبا اي با لا ميم شوز دركا جايين تحطوا له دي ميسيل نتوما في اوكران ابعدوا الحق عنده الحق الى اونفاي اوكران وي لا روسيا على ريزون شكون الغلط في الحكايه هذه بكل الشعب الاوكراني كما قال لي واحد صاحبي دوك زيطوط يفكر لنا الأحرار انتما يقول لكم نديروا باي بال الأحرار لمو الأحرار تاع أوكرانيا ما كان لها تلبونهم ما يمنوش بربي قاع خوفاً خبار كالكزان يسون كريتيان أرتودوكس الباقي ما يمنوا بواحد ما تسميهم لا أحرار لا والو يزيد يحشيها لكم ولا تجيكم آسيا كشوت تقول لكم لمو زالينسكي والله غير ما كان لها حشوات هذا تاعهم تهضر دونك الشعب غلط أصلاً
الشعب لما انتخب انتخب على رئيس مدرح، انتخب على ممثل. اي بندركا راك تحصد في سكون ابل استثمار الانتخاب نتاعك، الصوت نتاعك اللي مديته جاب لك الحرب، جاب لك الجيرة، جاب لك الطيارات تخبط. هلا جاب لك طيارات تخبط. انت خيرت زالينسكي، انت جبت ان اكتور باش يقود دولة في وقت واش ديجا كانت اونغير، ديجا كانت في حرب، باسكو ديجا دونباس راه والسوق هذاك صار في 2014. تجيب تاع 2019 بلاد اون كريز عندها دي تيريتوار اون ريفولوسيون، الا بيردو ان تيريتوار كي هي لا كريمي، تفوتي نتا على ان اكتر. ويجي واحد يقول لي ديمقراطيه الجزائريين يفوتيو، واش باش تجيبوا لنا زيتو طلع امير دي زاد؟ واقيله ما كاش فوت الجزائر. ديكتاتوريه ما كاش فوت، تفوتي وتما تروح للخلع. نو نو نو، لي جون كي اون مي بايدن وي اون مي زالينسكي، لي جون كي اون مي ماكرون وي وي، لو موند ا مارك ركور ايفيكتيفمون لي بريزيدون سي دي في ار بي دركا. مي واش تهضر مع الشعب نتايا؟ لازم تهضر مع الشعب الشيء اللي شايفه برك. هو الشعب تاعنا من بحاجه وحده ما يشوفهاش، الجن ولا عفرت بصح ما يفهمش واش هي لا سوبرا بوليتيك، واش هي سياسه ما وراء الحيطان ولا البيبان ولا فوالا. دونك ساوي ايفيكتيفمون ديكتاتوريه كحله في الجزائر. شوفوا في الجزائر يا جماعه لازمنا ان ديكتاتور نوار، بصح عندها انسان كاليتي انه لو ديكتاتور هذا يحب العباد ويحب الارض برك، يحب العباد ويحب الارض. وي ايفيكتيفمون فريد لو سيستيم شينوا ولا لو سيستيم روس سي ديفيرون، باسكو لو سيستيم اوكسيدونتال il applique la forme de démocratie que vous voulez, il met des présidents, بصح sous l'impulsion et le lobby des vraies instances de gouvernance globalisées. بصح la Russie non, Poutine رايس رايس صح ما يسقسي حتى واحد. Xi Jinping تاع لا شين رايس صح، سكرتير جنرال صح ما يسقسي حتى واحد. Oui, c'est vrai. Donc on est parti pour une guerre froide بالك تاع 20 سنة 15 سنة. De toute façon, ce qui était sûr, on l'a dit à plusieurs reprises. Le monde est en train de se faire. Je vais vous dire le live, je vais vous dire ça plusieurs fois. Le monde est en train de se faire. مناطق نفوذ جديدة، عقلية جديدة. 2014 les sanctions leaders مع الروس وجعوه. 2022 ما يوجعوش باسكو موجدلهم. 2014 ما كانش عنده الاكتفاء الذاتي، لوتوسفيزونس. لا سو لو بلان اغريكول لا روسيا هي اوتوسفيزونت.